جبارة. خالد بن يحيى في اتجاه بن محمود، بن محمود الطويلة في اتجاه هيثم عبيد، هيثم عبيد يتعدى من اللاعب، يتعدى من الثاني منطقة منتشمة تاع النادي الدحم الانف، وقذف الهدف، الهدف لصالح الترجي الرياضي التونسي في نهاية الفترة الثانية. الإمضاء فدوا في آخر لحظة، الهجوم كان ممتاز جدا للاعب هيثم عبيد. هيثم عبيد يراوغ زوز لاعبين ويعطي كرة ممتازة جدا، وفدوا يقذف ويسجل لصالح الترجي الرياضي التونسي. هدف لصفر صالح الترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء، لقاء الدور نصف النهائي